عربية أشرف عبد الغفور لفت أكتر من مرة حوالين نفسها، اللي خبط وخد غرز كتير على الطريق قبله كأنه قاصد يخبطه. مفاجآت كتير كشفتها التحقيقات اللي شغالة وهتغير مصار القضية خالص، واللي كشفته أرملة الفنان الراحل مفاجأة. يا ترى إيه التفاصيل الجديدة في القضية؟ إزاي التحقيقات بدأت تاخد سكة تانية ولصالح مين؟ ليه أرملة أشرف عبد الغفور مش فاكرة تفاصيل الحادث؟ مين فرد الأمن اللي ظهر كشاهد جديد في القضية؟ أسرار كتير هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس تابعوني للآخر. كلنا عارفين ان الفنان اشرف عبد الغفور ودعنا بشكل مفاجئ وبطريقه صعبه قوي محدش في يوم من الايام توقعها. عربيته اتخبطت من ورا وحصلت حادثه كبيره جدا. الكلام ده كان اواخر الشهر اللي فات، والوسط الفني كله كان مصدوم. ورحل اشرف عبد الغفور وساب وراه حزن كبير بين اهله وحبايبه، وكمان اثر نفسي في مراته وحب عمره اللي كانت راكبه جنبه وشافت الحادثه. المحامي شعبان سعيد ماسك ملف القضيه وشايف ان حق اشرف عبد الغفور لازم يجي. اللي خبطه اتحول للجنايات وبعدين اخد اخلاء سبيل، وعلشان كده هو مكمل في القضية علشان يثبت ان المتهم غلطان من اول الحكاية. الجديد بقى المرة دي كشف مفاجأة محدش توقعها، ان في فرد امن من ماونتن فيو كان شايف الشخص اللي سايق العربية من الاول، وكان عمال ياخد غرز كتير وسايق بسرعة جنونية على الطريق، لحد ما قابل عربية على الطريق ماشية يمين وعلى سرعة عادية جدا. وعلشان عمال ياخد في غرز جه عند غرزة اشرف عبد الغفور معرفش يتفادى عربيته. كلام فرد الامن ده استند عليه محامي اسرة اشرف عبد الغفور، وده كان في جلسة النهاردة اللي حضرها ابن اشرف عبد الغفور وجوز بنته ريهام، بس المتهم نفسه ما حضرش ومحدش عارف السبب مع انه واخد اخلاء سبيل. وشعبان حكى ان الراجل اللي كان سايق العربية الشوفورليه كان عمال ياخد غرز، وده معناه ان لازم تقع عليه اقصى عقوبة على المتهم، بالذات ان شاهد الواقعة دي قال المتهم كان ماشي بسرعة 150 واشرف عبد الغفور كان ماشي بسرعة 60 وعربيته زحفت حوالي 50 متر عن مكان الحادثة، وده دليل على السرعة الجنونية. أرملة أشرف عبد الغفور قالت أنا لا كان بيا ولا عليا زي أشرف، رايحين نزور بنتي ريهام وكنا ماشيين على الطريق الدائري عند كومباوند ماونتن فيو، ومرة واحدة وإحنا ماشيين لقينا عربية خبطت في العربية بتاعتنا من ورا، ومرة واحدة اختل توازن العربية علشان اللي خبطنا كان جاي بسرعة كبيرة جدا وخبط فينا من ورا، ومن ساعتها مش فاكرة أي حاجة تاني علشان ما حسيتش بنفسي غير وأنا في المستشفى. والمحامي نهى الجلسة على إضافة تهمة جديدة للمتهم هي الإتلاف الغير عمد، علشان النيابة وجهت تهم القتل الخاطئ وإصابة مرات المجني عليه ومخالفة قانون المرور، ومفيش تهمة الإتلاف غير العمد. تفتكروا مسار القضية اللي بيتغير ده هيوصل لحد فين؟ وإيه توقعاتكم لعقوبة المتهم؟